بالنسبة للتجمع هذا ساحة الإرادة لإبداء الحرية، لإبداء الرأي، لإبداء كل ما هو يكون في أزمة لأمر معين نريد أن نبدي رأينا فيه. جمعتنا هذه لأمر صحي عمرها ما صارت. أنا ألتقي في هذا المكان وأقعد في ساحة الإرادة وأبدي رأيي بالأمور السلمية العادية، وهذا أمر سلمي، لكن في صحتي أي عشان أتكلم جسمي شنو أدخل فيه؟ لازم تحطون فيه، ما أبي الصحة لي، الجسم جسمي هذا مو جسم أي حد ثاني. أنا مع الإعصاص ابتسام ومع اللي ما يبي لا يريدون التطعيم، اللي يبي طعم لحريته، واللي ما يبي طعم كذلك له حريته في إبداء هذا الشيء، لأنه شيء خاص فيني أنا ما لي ضرر أحد. لا بالعكس، مو ماشي الأمور، بدليل لا تسافر إلا لما تطعم. أنا لي مصالح برا، تاجر كويتي، تاجرة كويتية تستثمر أموالها في الدول الخارجية، أنا أبي أروح أوقع العقد، أنا دافع فلوس مقدم لمشروع تجاري بيني وبين الجهة أو الشركة أو الشخص أو غيره. طيب تمنعوني، ما أقدر أروح إلا ما أطعم، ما أقدر، ما أبي أطعم، خلوني أروح أدي مهمتي. هذا في خلل، هذا يخلق فجوة. وإحنا المجتمع الكويتي ترى مجتمع واعي ذو ثقافة عالية بالتعليم بالفهم وبالوعي، نسبة الجهالة قليلة جدا، لكن الكل يعرف أنا يده، مو توني أنا يده ومعاصرة ومشتقلة وعملت في مناصب، لكن الأمور هذه وايد أزعجتنا، أزعجتنا بالبيت، أزعجت عيالنا، أزعجت بناتنا. ما نبي نشيل على حكومتنا بأي شيء، لكن خليتوها الأزمة مع الأسف. يا ريت تطلعون فيها وتطلعون قرار جزاكم الله خير، الكل متساوي، الغير مطعم مع المطعم، روحوا كل مكان، سافروا على راحتكم، خلونا نعيش حياة طبيعية في كل الأمور، في كل الأمور. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، تطلعون فيها وندعي لكم.